يا اهلا بيكم، ايه الاخبار؟ طبعا المشهد اللي احنا بنتكلم عنه النهارده في الولايات المتحده الامريكيه هو مشهد يعجز عن الوصف. حضراتكم الصور بتسرد الواقع اللي شايفينه خلال اخر 24 ساعه. يمكن ما كناش نتوقع انه بمنشور تحريضي من الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتسبب هذا المنشور او في دعوه تسبب هذه الدعوه في انه يخرج انصاره في مش بس في واشنطن او في الكابيتول اللي هو مبنى الكونجرس في واشنطن عشان يعملوا مظاهرات ضد الاعتراف او ضد رسميا الاعتراف من قبل الكونجرس والنواب والشيوخ عامه بان هم بيعترفوا بالرئيس الجديد جو بايدن ويصدقوا على تعيينه كرئيس الولايات المتحده الامريكيه. موضوع انه في كل ولايات او في عديد من الولايات المتحده او في عديد من الولايات في الولايات المتحده الامريكيه تم حدوث نفس الشيء، متظاهرين راحوا لمباني الكابيتولز في كل ولايه وعملوا نفس المشكلة. في ولايات قدروا ان هم يقتحموا وولايات برضو تصدوا لهم البعض، ولكن الوقت الوضع بيميل للاستقرار. وبعد هذا الاستقرار وبعد حدوث الفوضى اللي شفناها خلال اخر 24 ساعة تم حظر الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تويتر ومن فيسبوك. حظر تويتر استمر لمدة 12 ساعة وهو الان المفروض انه خارج الحظر، لكن مفيش منشور نزل ليه على تويتر حتى الان. اما بخصوص فيسبوك فسيتم حظر الرئيس الامريكي لمدة اسبوعين حين الانتهاء من مراسم الاحتفال بتعيين وتنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة الامريكية جو بايدن. المفروض انه بحسب مارك زوكربيرج انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو من يتسبب في الفوضى اللي لو سبناها على الفيسبوك هيعمل لنا مشكلة كبيرة وهيمنع كأنه دونالد ترامب هو السبب في انه يحدث تلك الفوضى. طبعا هو معظم الناس شايفة ان هو من تسبب في حدوث هذه الفوضى اللي حصلت في الولايات المتحدة الامريكية، وهنشوف بعض التفاصيل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيل الفيديو. دايما احنا يعني على مدار ال 24 ساعة الماضية متابعين مشهد هو مشهد عبثي بكل الاوصاف، المشهد الامريكي اللي لم نراه من قبل خلال الاعوام الماضية غير يمكن مرات قليلة لما خرجت حركة البلاك لايفز ماتر خلال اخر كام شهر، يعني احتجاجا على تعدي الشرطة ومقتل احد السود في الولايات المتحدة الامريكية. لكن اللي حصل خلال اخر 24 ساعة هو مشهد غريب جدا على المشهد الامريكي. ورغم المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده، الغريب انه لم يتأثر الاقتصاد الامريكي باللي حصل ده بشكل كبير جدا، بل بالعكس انه مثلا هقول لك ببساطة وده الغريب، يعني انا جاي اكلمك على الغريب في المشهد والامر، انه مؤشر من مؤشرات البورصة الرئيسية زي SP 500 وده بيقيس اداء اكبر 500 شركة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، المؤشر ده ارتفع النهاردة، انت متخيل ارتفع بنسبة 1%، بل انه الاكثر غرابة من ده انه امبارح الاربع ارتفع المؤشر بنسبة 6%. غريب الامر انه في خلال يعني في فوضى كبيرة جدا في الولايات المتحدة الامريكية، ورغم ده في استقرار في اسهم البورصة وفي اقتصاد جيد وفي مؤشرات بترتفع. ولكن المبرر لارتفاع الاسهم دي هو انه الحكومة بتاع اللي هي حكومة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما كانتش معاه في اللي هو بيعمله، ما كانتش مؤيدة ليه، بل بالعكس شفنا بحسب CNN انسحاب لبعض اعضاء الحكومة وانسحاب ويعني سابوا الحكومة وتركوها، وفي ناس تانية قرروا ان هم يحاولوا ان هم يستخدموا الاماندمنت او التعديل الخاص اللي هو 25 اللي وفقا للدستور الامريكي بيسمح لعدد من اعضاء الحكومة بينهم نائب الرئيس انه يعزل او يعزل الرئيس الامريكي. فهنا زي ما انتم شايفين تلويح باستخدام الاماندمنت 25 اللي ممكن يعزل الرئيس الامريكي، لانه بيقولوا انه خلال ال 13 يوم اللي فاضلين له او ال 12 يوم اللي فاضلين الراجل ده ممكن يعمل مشكله كبيره، وبالتالي احنا يعني نحاول ان احنا نتجنب شره. ده الكلام بيطلع من الحكومه بتاعته، الكلام ده حتى بيطلع من ميت رومني اللي هو كبير السنت الجمهوريين يعني محسوب على دونالد ترامب. الناس نفسهم اللي هم الجمهوريين اللي محسوبين على دونالد ترامب كانوا بيشجبوا وينتقدوا ما فعله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وهنا رسالة واضحة انه في تكاتف حصل، يعني الجمهوريين اللي هم محسوبين على دونالد ترامب لم يتفقوا معه فيما فعله. عشان حضرتك كشرق اوسطي من هنا تكون من منطقة زي دي وتعرف انه في شخص بيخطئ او مسؤول في دولة بيخطئ، القطيع اللي وراه ما ينجرفش لنفس الاتجاه، لانه لما في ناس عقلاء بيتدخلوا ويشوفوا انه في اخطاء ارتكبت ويتجه للصف اللي هو محافظ على استقرار البلد. شوف حضرتك اللي بيحصل، انا بديلك يعني بالارقام، ده من نيويورك تايمز تقول انه الاس بي 500 ارتفع مؤشرها، وبتقول كمان انه ده بسبب انه في كمان جورجيا مثلا على سبيل المثال دي كان فيها انتخابات اعاده بين 2 ديموكراتس و2 ريبوبليكنز، 2 جمهوريين و2 ديمقراطيين.
فاز في انتخابات العادة الاثنين الديمقراطيين اللي هم محسوبين على جو بايدن، وبالتالي ضمن جو بايدن انه سيطرة على الحكومة، وضمن كمان سيطرة على السنت او مجلس الشيوخ بعد زيادة نسبة الديمقراطيين على نسبة الجمهوريين. يعني هو الراجل ضمن ان يكون عنده قوة برلمانية مؤيدة له، وبالتالي ده برضو بيسيد او بيدفع لاستقرار مؤشرات البورصة، وبيدفع ايضا لاستقرار في الولايات المتحدة الامريكية. وقال لك كمان الولايات المتحدة الامريكية مثلا خلال الفترة الماضية مش شايفة وضع اقتصادي جيد بالنسبة لبعض الناس نتيجة للوباء اللي بيحصل. يعني الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة اللي فاتت دي بتسجل كل 24 ثانية حالة وفاة بكوفيد 19. انت متخيل ده على مؤشر بحسب الصحافة الإنجليزية أو الصحافة الأمريكية. كمان خلال الفترة الماضية تقدم حوالي 922 ألف أمريكي، ده في أسبوع واحد فقط، للقوى العاملة الأمريكية عشان ياخدوا مرتب شهري أو مرتب عشان ظروف الوباء. فده برضو عبء على الاقتصاد الأمريكي، ورغم كل الأعباء دي بتجد في نتائج اقتصادية جيدة. زي ما بقولك كده، تكاتف المسؤولين في الدولة، تكاتف الناس هناك هو اللي ادى الاستقرار، زائد انه ضمان او حاليا مفيش وضع فيه فوضى في الولايات المتحده الامريكيه، فاصبح الوضع اكثر استقرارا رغم المشهد العبثي اللي حضراتكم شفتوه. ولكن هرجع ليه تصريح مارك زوكربيرج، راجل بيقول انه واضح كده من خلال الاحداث الفوضويه اللي مرت بها الولايات المتحده الامريكيه او البلاد خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا، انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيحاول انه يستخدم الايام المتبقيه ليه في السلطه عشان يقود الانتقال السلمي للسلطه للخليفه بتاعه اللي هو جو بايدن. كمان بيقول زوكربيرج انه ترامب واستخدامه لمنصتنا عشان يبرر ويتغاضى عن اللي حصل من انصاره في الكابيتول خلال ال 24 ساعه الماضيه، بدل ما انه يدين هذا او يدين ما حدث، القرار ده كان مسيء جدا وسبب يعني استياء الناس في الولايات المتحده الامريكيه وعلى مستوى العالم. بيقول زوكربيرج ان احنا سيبنا الراجل ده الرئيس الامريكي يستخدم منصتنا خلال الاعوام الماضيه، احيانا كنا بنحذف منشورات ليه، واحيانا كنا بنعمل لها ليبلنج، يعني نضعها تحت تصنيف معين انها مضاده لكذا او ضد كذا، لكن احنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسيب السياسيين يعبروا عن وجهات نظرهم عشان وجهه النظر دي تصل لاكبر قدر من الجمهور. ده مش على قد ترامب، ده على مستوى جميع السياسيين، ولكن اللي بيحصل حاليا مش وجهة نظر، اللي بيحصل حاليا هو تحريض على العنف وبيهدد امن واستقرار البلاد. فبيقول زوكربيرج ان احنا نتيجة اللي احنا شايفينه ده قررنا ان احنا نحظر صفحة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، او نحظره من انه يستخدم منصتنا ده على مدار الاسبوعين القادمين لحين الانتهاء من التسليم السلمي للسلطة للرئيس المنتخب اللي هو جو بايدن. ده بيان الستيتمنت اللي عمله مارك زوكربيرج. زي ما بنقول كده عنده حوالي داخل في 33 مليون متابع على فيسبوك، وعلى تويتر داخل في حوالي اتكلم في حوالي 88 او 89 مليون متابع. يعني هو ترامب عنده 89 مليون متابع على تويتر او 88، ومتابع هو بيتابع نفسه 51 شخص بس. طبعا هو اخر منشورات نزلها من حوالي 23 ساعة، منشورات دي او 24 ساعة، لم يعني من ساعة ما تم حظره هو ما نزلش اي شيء، لكن حظره على تويتر استمر 12 ساعة فقط، وحظره على فيسبوك زي ما بنقول كده هيستمر لغاية نهاية الانتخابات. محتمل انه يتمدد حظر او يمتد حظر ترامب على تويتر ايضا لنهاية الفترة او لنهاية تنصيب او لفترة تنصيب جو بايدن. وكمان تم حظر دونالد ترامب من على انستجرام، المنصة التابعة لفيسبوك. فزي ما حضراتكم شايفين احنا بنسرد او شايفين بنحلل مع بعض واقع امريكي، واقع مختلف لم نراه من قبل، ولكن الدولة القوية هي دولة قوية، قوية بابنائها، الناس ساعدت على استقرار البلاد، الديمقراطيين قبل او الجمهوريين قبل الديمقراطيين ادانوا وشجبوا اللي حصل. طبعا الناس لما كانوا المفروض ان اجتماع امبارح بالامس اللي هو الاربع عشان يعلنوا الستيتمنت او البيان اللي بيعلنوا فيه السيناترز والاعضاء مجلس النواب والشيوخ على انه تنصيب الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه والتصديق على تنصيبه كرئيس الولايات المتحده الامريكيه، راحت الناس اللي هم انصار دونالد ترامب، لدرجه انه في ناس طلعت بالشوز بتاعها على الورق اللي موجود على المنصه بتاع رئيس مجلس الشيوخ او مجلس السيناترز اللي هو موجود في واشنطن. انت متخيل ده؟ في ناس تانية راحت زي ما شفتوا في الصور وحطوا على التماثيل اللي موجودة او الفيجرز اللي موجودة في الطرقات بتاع الكونجرس، وضعوا عليها صور او لافتات للرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقفوا وتصوروا جنبها، طبعا اهانوا الشرطة اللي موجودة هناك، تعدوا على بعض او هرب منهم بعض الناس اللي هي الاعضاء مجلس الشيوخ والنواب،
الموضوع كان صعب جدا امبارح لدرجة انه مات حوالي 4 في الاحداث اللي حصلت امبارح. طبعا زي ما حضرتك شايفين الوضع بالنسبة لنا احنا مراقبين، منتظرين منطقتنا، منتظرين اللي هيحصل من الرئيس القادم اللي هو جو بايدن لما يوصل ويكون في السلطة ويبقى ان اوفيس. هنشوف اللي هيحصل مع الواقع العربي اللي موجودين فيه، خاصة بعد المصالحة اللي حصلت بين الرباعي العربي من جانب وقطر من جانب اخر. كل ده يعني في مستقبل هنشوفه خلال اقل من اسبوعين، وطبعا خلال العام ده كل شيء هنشوفه خلال الفترة القادمة. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.